يا صباح الخير لكل الأشخاص يلي قرروا يبدوا صباحهم معنا وينضموا لإلنا عبر شاشة سماء الفضائية لمدة ساعتين من الوقت، على أمل نقدم لكم كل المتعة الفائدة، وإن شاء الله ببداية هذا النهار بتشوفوا كل الخير، وبختام هذا الأسبوع بتكونوا أنجزتوا الأشياء يلي بتتمنوها بعيداً عن الزعل مع الطاقة الإيجابية. يسعد لي صباحك يا ورد. صباح الخير يا نور، كيفك اليوم؟ تمام إن شاء الله أنت وكل المشاهدين تكونوا تمام التمام. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة سما الفضائية. تعالوا نتفق من بداية الحلقة اليوم لساعتين من الهواء المباشر، رح نرجعكم شي 30-40 سنة لورا خلال حلقتنا كاملة، إن كان بالأغاني، إن كان بالفقرات، بالضيوف، بالأزياء وبالمواضيع. فكل شخص فينا يا نور محتفظ جواته بذكريات منا الصعب والمؤلم ومنا الحلو يلي بيذكرنا دائما بالأيام الخوالي بالطفولة أو الشباب، ولكل جيل طبعاً ذكرياته الخاصة فيه عن هالمراحل يلي بيحلنا أحياناً. بفيق الصبح بيلاقي أنه عم يتذكر بيته اللي ربي فيه هو وصغير، بيتذكر رفقاته بالمدرسة أو الجامعة، وبتكون تفاصيل بسيطة لأنها مميزة وممتعة لأبعد الحدود بالنسبة له. تعالوا نسأل نور، في شغلات معينة بطفولتك أو حتى بشبابك الصغير؟ أنت شاب ما اختلفنا، بس قصدي قبل 10 سنين، قبل 15 سنة بتحني لها؟ تماماً يا ورد، أكيد ما في أي شخص مننا ما بيحن لفترة معينة. ممكن هاي الفترة اللي أنت بتحن لها ممكن تذكرك غنية، ممكن مكان ما، ممكن جمعة. أكثر شيء بتتذكري مثلاً شو؟ أكثر شيء بتذكره أيام الطفولة، أيام يعني مدرسة. أيام المدرسة، أيام ما كان عندنا شيء، أيام هيك الأغاني الحلوة القديمة، ممكن هيك نستنى كل فنان شو بده ينزل اغاني لحتى نشتري الشريط لحتى نسمع كل الاغاني وننقي الاغاني اللي بنحبها. يعني هاي الفترات كثير حلوه. شو رايك نشرح للجيل الجديد شو الشريط؟ لانه هذا الكاسيت، يعني على زمانكم يمكن اللي عمره هلا 17-18 سنه ما كثير بيعرف انه كان في كاسيت، حتى اللي درج المسجله الصغيره دي في دي او الووكمان اسمه، الووكمان اي تبع الشرايط. يعني انا واحده من الاشخاص اللي محتفظه فيه لهلا وعندي. صح الصوت بقى غليظ صار، بس ولكن هي ذكرى كثير حلوه. ضمن هذا النقاش اللي بلشنا فيه صباحنا، كل جيل بيقول انه ذكرياته ووقته أحلى وأحسن وقت، وأنه الجيل الجديد ما شاف شيء من الأيام الحلوة، وطريقة حياته مو نافعة، بس طريقة هي الحياة وأسلوبها هو يلي بيخلي كل جيل مميز عن غيره، ليقدر يقدم الشيء يلي ما قدروا يلي قبله يقدموه. لهيك خلي كل جيل مبسوط بذكرياته وتفاصيل طفولته وشبابه يلي ما رح تنعاد. في يعني كنا احنا ولا يعني حابب اطرح على المشاهدين سؤال، اذا في آلة بترجعك لحقبة معينة من حياتك
وبترجعك تاني يوم، ترجع شو بتغير؟ جاوبونا على صفحاتنا على التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك، ونحن بنقرا ان شاء الله التعليقات خلال الحلقه. بلشنا حلقتنا يا نور بالحديث عن ايام الزمن الجميل، وراح نكمل بهالاطار لنمر سوا على محطات من ذكرياتنا المشتركه مع المشاهدين. فشو راح تحمل حلقه اليوم من عناوين؟ بنعرف سوا. نوستالجيا الذكريات الإيجابية، كيف بيجعلنا الحنين إلى الماضي أشخاص أكثر سعادة؟ كم أنت جميلة أيتها السيدة العربية. أبجدية بين الحب والحرب، ديوان جديد للشاعر عبد الرحمن الخضراوي. الستايل الكلاسيكي أو الفينتاج لوك، الموضة القديمة بأسلوب عصري. وبنفس السياق بين النوستالجيا الممتعة، رح نرجع بالذكريات ونستعرض ألعاب على الكمبيوتر رافقتنا بطفولتنا. شو هي صفات أصحاب برج الحصان الصيني؟ رح نعرف كل هاي التفاصيل مع نجلة أباني. كأنهم مبارح هالأغاني، وقلنا نور قالت عمرو دياب هو الوحيد اللي ما بيكبر. لا نحن بنكبر اوكي بس هو لا. بعدين طلعت نوال الزغبي كمان، قلت له ونوال الذهبيه كمان ما بتكبر. هلا بس في شغله انا كنت عم بقراها من فتره على الفيسبوك، كثير حسيت حالي كبرت، انه غنيه اخصمك اه او البوم اخصمك اه لنانسي عجرم صار عمره 22 سنه. يعني بظن كنا صف من الألفين. كنا يعني صف هيك شيء ولي، معناتها عن جد عم نكبر. على كل حال منحن لهالايام، نحن للماضي، كانت سوريا يمكن أروى، كان البلد والعالم هيك أجمع يعني كان أهدى، للسماء كان في كتير هالأزمات والأمراض. أغلبنا مرق عليه مصطلح النوستالجيا يلي يعبر عن الحنين إلى الماضي والتعلق فيه وذكرياته الإيجابية إجمالاً، بس بغالبية الأوقات بيتخذ هالمفهوم بالمعنى السلبي للتعلق، إنه أنا ما عم بقدر أتأقلم مع الحاضر فبرجع للماضي وبرفض المستقبل. بس في جانب تاني من النوستالجيا بيعتمد على ذكرياتنا الحلوة الجميلة وناخد منها الإيجابي ونكمل لقدام. تماماً، وبفقرة اليوم رح نعرف سوا كيف منقدر نوظف ذكرياتنا الإيجابية المرتبطة بالماضي لتساعدنا على تقبل الحاضر والمستقبل. وليش منشعر بسعادة ممكن لما نسمع أي غنية أو نشوف أي تفصيل بيرجعنا لأيام زمان؟ طبعاً كل هاي التفاصيل رح نعرفها مع ضيفتنا عليا الشماط الاختصاصية الاجتماعية والنفسية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح خير عليا، أهلا وسهلا فيك وسلامتك. عندك حالة هيك زكام أو شيء تحسس، فنتمنى لك صحة والعافية. سؤالنا فعلاً نحن بلحظات معينة لما بنكون مثلاً هلأ بهالأيام قاعدين مقطوع الكهرباء، قاعدين يمكن ما في شيء بإيدنا نعمله، فمنرجع منتذكر أيام زمان، منتذكر الماضي، منقول اسأل الله أيام زمان كان في كذا وكذا وكذا. أوكي بتمرق هاي الذكريات، ولكن في ناس بتضل عايشة بدوامة الماضي، هل هي النوستالجيا؟ شو يعني؟ بداية هذا المصطلح بيشير لمفهوم الحنين إلى الماضي، سواء كان هذا حنيننا متضمن الماضي الإيجابي، الماضي السعيد، أو الماضي اللي هو كان 100% بيشمل على ذكريات حزينة. هذا بيعتمد أساساً على نوع التفكير اللي موجود عند الإنسان. في أشخاص بتقع بأخطاء تفكير بنسميها، واللي منها التفكير الانتقائي، فبصير انتقائي باختيار شو بده يفكر والأفكار اللي عم يفكر فيها. لهيك منلاقي ناس تغرق في الذكريات السلبية، وبالمقابل منلاقي ناس هي لا بس عم تنتقي الأفكار والذكريات الإيجابية. فهذا بداية يعتمد على شخصية الإنسان ونمط التفكير السائد عنده. فالشيء الجيد بأنه رجوعنا لهذا النوع من الذكريات هو بيخلي عنا نوع من الحماية، نوع من الدفاع عن الماضي اللي كنا عن الماضي بالضبط وعن الذكريات اللي نحن عشناها، وبوقت من الاوقات بيكون دافع وبيكون سبب لنرجع نحس حالنا انه نحن مناح.
تماما. طيب رح نسألك عن سر الشعور يلي ممكن هلا نحن سمعنا بعض الأغاني يعني هيك القديمة يعني خلتنا نكون مبسوطين رايقين، يعني ممكن أنا وحدة هلا هيك حسيت إنه الله إنه الحياة حلوة، لازم نكون مبسوطين، لازم نشتغل، لازم نعمل كل الشيء اللي نحن كنا مخططين له بالماضي لحتى نساويه بالمستقبل. شو سر الشعور بالسعادة وقت نتذكر هي الأشياء الحلوة يلي بتخلينا نكون كتير مبسوطين؟ غالبا الذكريات اللي بتتشكل عنا بمرحله المراهقه، خليني اقول سواء المبكره ولا المتاخره ولا المتوسطه، هي بتكون جدا راسخه عنا، بالاضافه انه بتكون مرتبطه بتجارب يمكن عم نعيشها لاول مره على كل الاصعده المهنيه والعاطفيه، واللي يمكن اول شغل واول مره بجرب شيء معين، فبتكون هي مرتبطه بمشاعر. فلهيك نحن وقت نتذكر هي المواقف ما نحن بس عم نستحضر موقف مثل ما بنستحضر اي موقف صار امبارح او قبله، عم نستحضر الحاله الانفعاليه كامله والفتره والحقبه. بالاضافه انه يمكن الفترات الماضيه شوي كانت تتميز بانه اكثر ثباتا، فنحن عم نعيش سنه سنتين ثلاثه فعليا ما في تغيير واضح، ولكن اليوم نحن بعصرنا عم يكون في تغيرات، عصر المتغيرات كل يوم. سريعه 100%. لهيك يلجأ كثير من الاشخاص لانه يرجعوا لهي الحقبه ويتذكروها لتعطيهم احساس بانه نحن اكثر استقرارا، نحن عم نرجع لفتره ما كنا فيها بخضم كل هي التغيرات يمكن السريعه اللي عن جد اوقات العقل بيقول لك انه نخلينا نروق شوي، انه انا مالي قادر لسه استحمل كل هي التغيرات. فلهيك بنلاقي حالنا ملنا لاستحضار هذا الزمن اللي هو كان يمكن ابسط. تمام، كان ابسط، كان احلى، كان كل شيء فيه اروع، كان فيه بحبوحة اقتصادية أكثر، ما كان فيه تضخم عالمي، ما كان فيه أمراض مزمنة مثل الكورونا مثلاً أو الأمراض الثانية، ما كان فيه ناس عم ترقد من الصبح للمساء بس كرمال تدفع أجار بيتها، أو كرمال كان في يعني ناس هيك عندها ضائقة اقتصادية ولكن نسبتهم جداً قليلة، كرمال هيك نحن بنرجع للدائرة اللي بنعتبرها دائرة الراحة، دائرة الأمان. صح. الزمنية وليس النفسية فقط أو حتى المادية. طيب في ناس بعد ما رجعوا لهي الدائرة ما عم يقدروا يتقبلوا الواقع، بيضلوا علقانين بدوامة الماضي اللي كان فيهم مثلا أشخاص بحبوهم وتوفوا الله يرحمهم وراحوا، بيرجعوا لهذيك الأيام اللي كانوا بعلاقة عاطفية قوية جدا ولكن انتهت. الناس اللي بيضلوا بدوامة الماضي غلط أو صح، وشو التدخل الإيجابي؟ بداية من يعني هو مو بس نحن عم نقول على غلط، هو شيء غير صحي بأنه الإنسان هو يغرق بحقبة زمنية معينة وهذا الشيء يعيقه عن ممارسة حياته اليومية والعادية بشكل طبيعي والتخطيط لمستقبله. هون بيكون حرم حاله من أكثر من نقطة، واحدة من أهم هي النقط بأنه هو ينظر لعين الواقع بكل انفتاح ويحاول يجرب شغلات جديدة هو مو متعود عليها، لأنه رجوعه وثباته بالمرحلة الماضية حيخليه يكون عم يرفض هو يجرب تجارب جديدة، يمكن نوع موسيقى جديد، يمكن يتعرف على نمط جديد من الأشخاص، يمكن يعمل أي تجربة هي كانت جديدة عليه. بالإضافة على لأنه هو دائما بيكون حاطط الماضي معيار، فأي شيء لا يوافق هذا المعيار هو ما رح يجربه، ورح يكون عم يحرم حاله من تجارب فكرية وعاطفية وشخصية ومهنية حتى بوقت من الأوقات كتير حتكون ذات ضرر وأثر كبير عليه. تماما. يعني ممكن بعض الأشخاص اللي عم يحضرونا عم يحكوا أنه أهالينا وقت اللي عم يوصلوا لهي المرحلة أنه أيام زمان كنا نشتري مثلا كيلو البطاطا، كيلو البندورة، كيلو البتنجان بفرنجات بقروش، هلا انه ما عم يتقبلوا هذا الواقع. نحن عم نعاني من بعض الناس اللي عايشين معنا ممكن اهالينا. صح. انا كيف بدي احاول طلعهم من هي المشكله؟ يعني لازم اتوجه لاختصاصي نفسي، شو لازم تكون طريقه، والاشخاص اللي فعلا عايشين بهي الدوامه بدهم معالجه نفسيه وبدي استشاريين، ولا لا ممكن فتره وبتعدي وبنرجع للواقع يلي نحن عايشين فيه؟ هلا ما زال عم يتم التعبير عن هي المواضيع من قبل يمكن اهالينا او الناس اللي اكبر منا بهي السلاسه، هي فقط موضع للمقارنه، فهن من حقهم وطبيعي جدا يكونوا عم يستغربوا بوقت من الاوقات ويستهجنوا بانه هي التغيرات السريعه اللي هن ما اعتادوها يمكن طيله 40 سنه مرقت، هلا بلشت تجي عليهم بوتيره اسرع. فطالما الموضوع هو فقط يشتمل على التعبير والافصاح عن هي المشاعر وانه هن مستغربين هن مدهوشين فهذا جدا طبيعي، ولكن اذا صاحب هذا التعبير اعراض ثانيه مثل يمكن الميل للعزله، مثل يمكن مشاعر لها علاقه بالقلق، التوتر،
اضطراب معين بالنوم، اضطراب معين بالشهية، هون وقتها ممكن شوي نتوجه لأنه نحن نجمع هي الأعراض مع بعضها نشوف قد ايه صار له هي الأعراض فترة زمنية وبعدها نتوجه لاختصاصي نفسي، ولكن بالحالة الطبيعية كثير عادي يعملوا يعني هيك. طبيعي ان كنا نحن وان كان اللي حوالينا المحيط طبيعي الطبيعي انه ما نكون عم نعمل هيك، انه نكون مفكرين ما صار شيء وتغير انه والله هيك كيلو الباذنجان بهذيك الحسبه مثلا بكره بيصير 5 أضعاف سعر ماده معينه اليوم ثابت بكره غليت، نحن اللي بالعايشين بهالعصر عم ننصدم، فما بالك الجيل القديم. يعني لنلخص الفقره ختاما، حلو نرجع للماضي ولكن ننتقي الاشياء اللي بدنا نتذكرها ونسترجعها، حلو انه نتاقلم مع الحاضر ونرسخ من الماضي الشغلات الايجابيه كمان بواقعنا الحالي. ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا، يسعد صباحك. يسعد صباحك اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. وهلا مشاهدينا صار وقت لننتقل لعند الشيف لنبلش بطبق اليوم، نعرف منه المقادير وطريقه التحضير. يا صباح الخير لكل ستات البيوت اللي انضموا معنا ببرنامج صباح الخير، وهلا صار فقره الطبخ. اليوم فقره الطبخ يعني رح نروح على الحلو، بدنا نساوي الهريسه النبكيه، وتحت طلب من كثير ستات بيوت قالوا لنا بدنا طريقه الهريسه النبكيه كيف بتطلع معهم هيك. دائما كل ما بدنا نسافر لمكان يعني ما بيصير نمرق من جنب حمص الا لحتى نجيب هاي الهريسه اللي كثير من حبها، يعني ولها هيك ذكريات خاصه دائما لما بنروح على البحر او هيك. هلا حعرفكم على مقاديرها كثير سهله وكثير بسيطه، حتى طريقتها كثير سهله ولكن بدها تخمير، يعني اساس نجاحها هو التخمير. خلينا نتعرف انا وياكم على هدول المقادير. هون عندي انا 4 كاسات سميد خشن او وسط، يعني ممكن يا هيك يا هيك. هون حاحتاج كميه من القطر، هلا انتم بتشوفوا طبعا هي كميه القطر حسب انتم شو بتحبوا. هون حاحتاج 1/4 كاسة من القطر، هون عندي كاسه كامله من السكر. هون حاحتاج فستق مبروش او ممكن فستق عادي ممكن ما بياثر. هون عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر. هلا انا وياكم رح نبلش عن جد مثل ما قلت لكم، حتى عيروا لي ما كثير بدها شغل، يعني ممكن صبيه صغيره بقلب البيت عم تساعد الماما ممكن تعملها. هون مثل ما انتم شايفين هلا انا هون ححط بالبايركس بالزبديه الشفافه مشان يبين معكم شو حطينا. هون في عندي 4 كاسات من السميد، بيجي يا خشن يا اما وسط، انا اليوم جايبته خشن، اما ناعم ممكن ما ينجح معنا كثير، بقى بفضل يكون عندي خشن بهذا الشكل. هون عندي كاسه من السكر رح اقيمها واضيفها، وهون في عندي 1/4 كاسة من القطر. هي ممكن حط بيكنج باودر او بيكنج صودا ما بيأثر. هون عندي ظرف منه، هلا رح اقيمه. شو رح نحط معهم؟ 2 كاسات من المي، فاتره عاديه مي بارده من الحنفيه ما بيأثر. هون عندي كاسه وهي كاسه ثانيه. لاحظتوا مقادير كثير سهله، 4 كاسات من السميد الخشن مع 1/4 كاسة من السكر، حركتهم ضفت عليه هون ظرف من البيكنج باودر او بيكنج صودا ما بيأثر، عندي 1/4 كاسة من القطر مع 2 كاسات من المي. هلا حنقيم وبصراحه بدها نعركها منيح لحتى عندي تتشبع المواد كلها بقلب بعضها بهذا الشكل. يعني حتى اذا لاحظتوا هي اكله اقتصاديه معنا مكلفه، كثير بيجينا اوقات بيجينا ضيف حيجي ضيف على غفله بدق لنا تليفون ما معنا وقت كثير. وهلا هيك مثل ما انتم شايفين رح خليها منيح لحتى تضل منقوعه منيح، يعني تقريبا بتكون تقولوا شيء 6 ساعات اقل شيء، يعني اذا كمان قبل بيوم بتعملوها كثير بتطلع ظريفه. يعني مثل ما قلت لكم سر نجاحها للهريسه النبكيه هي انه نتركها ترتاح مثل العجينات يعني اللي نحن بنعملهم. هلا هي رح نقيمها على جنب، انا بصراحه ما حطيت هون على الطاوله العنصر الثاني، رح نعمل اكله حلو ثانيه بصراحه مشان ما نفوت بالمقادير وما تخربطوا، لانه هلا متاكده انه ستات البيوت حفظوا عيارات الهريسه النبكيه. اليوم رح نعمل حلو لذيذ ظريف، جربته لبناتي كثير مهضوم، هو بس من مكونين 2 اللي هن هون مثل ما انتم شايفين. عندي جوز هند وعندي حليب مكثف محلى، هلا الجوز الهند اجى انا عندي خشن. انا بقيمه وبحطه على الخلاط، وطبعا اجباري بما انه جوز هند بقى هو اجباري بيطلع مي. اذا نحن جبناه من عند الزلمه مطحون خالص كمان بيمشي الحال، ما في اي مشكله، انا اوريدي بدي اياه مدبل. بقى مثل ما انتم شايفين عندي كميه جوز الهند، هاي رح نضيف عليها حليب مكثف محلى بمكونين، يعني انا بقدر اعمل كرات جوز هند كثير ظريفه. وهلا حقيم وحرك.
لحتى عندي تصير دبقة كتير كتير، وبدي قيم وكبره. بس كمان بدنا نحاول قد ما فينا نحركها لحتى تجمع معانا بشكل منيح. لاحظتوا بلشت عندي تجمع مع بعضها بهذا الشكل هيك. معلش هي انا بدي اياها تكون قاسيه، الكرات اساسا حتجي هيك. رح نجيب معانا صحن لحتى نحط عليه الكرات، هذا الصحن كثير مهم. رح نبلش نعمل بالكرات، يفضل نكون لابسين كفوف، ممكن ندهن نقطة زيت ممكن لا ما بيأثر. هيك هلا بصراحة حبلش أنا كور مثل ما أنتم شايفين، رح أعمل قدامكم وحدة بهذا الشكل ورجيكم كيف صارت. بدي أحاول قد ما فيني أمسكها، وهيك صارت عندي أول وحدة لذيذة وظريفة. هيك لاحظتوا عن جد كثير لذيذة وكثير مخضوبة، حأعملكم وحدة ثانية. وهلا بصراحة ما ضل شيء أعمله غير إني رح كمل مثل ما أنتم شايفين، حكمل هدول، أعملهم كلياتهم كرات. رح نخلي الهون الهريسة النبكية، خليها قد ما فينا نتركها لترتاح، وبترجعوا لعندي بعد شوي لحتى نكمل كرات جوز الهند ونزينهم بشكل كثير حلو ونحط الهريسة بالفرن. نحرص دائما بصباح الخير انه نذكركم بفوائد الرياضه وتحديدا على الصحه النفسيه، فهي بتساعدنا بالتخلص من الاكتئاب والتوتر، وايضا بتسيطر على تقلبات المزاج اليوميه. تماما، وفي دراسه جديده قالت انه التاثير الايجابي على الصحه النفسيه بتزيد فعاليته لما نحن نشارك برياضات جماعيه، فما تبقوا لحالكم وشاركوا الاخرين واللي حواليكم والناس اللي بتحبوهم بهالدقائق القليله من رياضه الصباح. يسعد لي صباحكم، انا كوتش منال، اليوم راح نشتغل تمرين وورم اب. هعلمكم اليوم كيف بتقدروا تعملوا وورم اب بحيث انه تكون التمرين بسيطه. هي دايناميك ستريتش بالاضافه لتمرين بترفع نبض القلب عالي، بتحسن تدفق الدم للعضلات، واكيد هذا الشيء راح يحمي لانه نحن يصير عندنا اصابات بالتمرين، هيحسن الاداء الحركي عندنا وقت بنتمرن. رجعنا اثنين من فتح، بدايه رح ناخذ نفس عميق من انفنا فوق فضي تحت، ضروري النفس يكون صح، نفس من انفنا فضي من تمنا كمان عدي. بس هلا رح نبتدي بتمرين جامبينج جاكس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. تمام، هلا رجعنا فتح. طبعا دائما الورم اب يعني هو مو نوع واحد، يعني اكثر من نوع للورم اب، ورم اب عام ورم اب خاص، بالاضافه انه عندنا الدايناميك ستريتش، في عندنا تمارين تكون هي بسيطه للعضله اللي بدنا نعمل لها التمرين، سواء كانت ابر او لور بودي، بنعمل لها حركات لحتى يصير ضخ الدم للمنطقه افضل، لحتى نقدر نلعب التمرين من غير اي اصابات وتكنيك عالي. نرجع تحت فوق كمان لقدام، ننتبه نحن عم ننزل ارض انه نحن ظهرنا بيكون جالس فوق، عم ننزل برجلين لتحت، نروح لقدام نجي بايدين، نرجع ورا كاميرا لقدام، ما ننسى تقريبا قدام بدنا نبقى عده سبات، وبعدها بنرجع ورا فوق. تمرين الرق الثالث، رجلين اثنين ضم، حناخذ خطوه سايد لانجز، ندقات ونطلع فوق 1 2 3 4 5. كمان ركبتنا لقدام، ظهرنا جالس، ننزل برجلين 5 6 7 8. نسبات 1 2 3 4 5 6 7 8. ونبدل للرجل الثاني كمان 8 مرات، ننزل 1 2 3 4
8 حنسبة تحت 1 2 3 4 5 6 7 8. هلا التمرين الرابع حيكون رجلين اثنين فتح بنوسع، حنعمل ستريتش للهامسترينجز شد من هون سبات 1 2 3 4، وحنروح مشي بايدين لتحت للجهه الثانيه ونسبت 1 2 3 4، بنرجع 1 2 3 4، بنسبت تحت 4 3 2 1، نبدل 4 3 2 1، سبات 1 2 3 4، نرجع 1 2 3 4، نرجع كمان 4 3 2 1، نبدل 4 3 2 1، نرجع النص، نسكر الجين مشط كعب شوي شوي، نطلع ظهرنا مبروم على نفس لفوق، ناخذ نفس عميق ونفضي تحت. هدول التمارين بنلعبهم مجموعتين، كل مجموعة 30 ثانية، وبهيك بنكون جسمنا جاهز لنلعب أي تمرين. يعطيكم العافية، بشوفكم بحلقة جديدة. مثل ما بيقولوا الكلمة الحلوة مفتاح لكل شيء حلو، ومنحاول دائما نبحث عنها بأحاديثنا وبكل مكان ممكن يخلينا نشعر فيها. لهيك يا نور منميل للكتب والروايات والمؤلفات والأدب والشعر، خصوصا لنكون بعالم جديد مليء بالأقلام والأفكار الجذابة والمبدعة. تماما يا ورد، رسائل حب من البحر. فعالية ثقافية أرسلت للناس قصائد ومشاعر عن الحب، وكانت بداية لانطلاق نادي البعث الثقافي الاجتماعي بمنطقة الكسوة. تفاصيل أكثر بهذا التقرير. بحضور جمهور متنوع من دمشق وريفها والمحافظات السورية بمناسبة إطلاق نادي البعث الثقافي في مدينة الكسوة، أقيمت فعالية ثقافية بعنوان رسائل حب من البحر، قدمها العديد من الشعراء على خشبة مجلس مدينة الكسوة بريف دمشق. أنا متعب، هل يا ترى سيموت هذا الشعر في روحي العليلة؟ أنا متعب، كفي وردة وخيوط هذا الشعر في كتفي جذيلة. لن يحسن الأشعار إلا من تغرب في ارتعاشتها النبيلة. رسائل عديدة ومؤثرة حملتها قصائد الشعراء بكلمات جذابة كانت عم تنسمع بأصواتهم يلي لاقت تفاعل من الحضور، وكانت بداية لإطلاق مكان جديد مليء بالمواهب الواعدة. كم أنت جميلة، كم أنت جميلة أيتها السيدة العربية. سأهديك هذا الصباح يا سمينة ووردة أرجوانية، لأنك النقاء، كل مساء أقدم لك ما تتمنين هدية. جميلة أنت، عربية أصيلة، ذات أخلاق نبيلة، سيدة الفضيلة. سأكتب عنك شعراً ونثراً بكل حروف الأبجدية، أحملها إليك مع النسائم العليلة، لأنك خير نساء البشرية، لا فرق لدين أو هوية أو حتى جنسية، يكفي أنك سيدة عربية. يعني مثل ما شفنا فعلا أقلام وأصوات مهمة ضمنتها هالفعالية. لهيك ضمن هالفقرة رح نتعرف على شاعر مميز شارك خلالها بكلماته الراقية
والقوية بأجمل القصائد الشعرية، لنتعرف عليه أكثر ونعرف تفاصيل ديوانه الجديد يلي أصدره بعنوان أبجدية بين الحب والحرب. بيسعدنا نستقبل معنا بالاستديو الشاعر عبد الرحمن الخضراوي ليخبرنا كثير عن مشاركته ومؤلفاته القادمة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يا صباح الورد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. أهلا وسهلا، صباحكم يا رب يطول عمركم. بالبداية خلينا نحكي هيك شوي عن حضرتك، إمتى بلشت تلمح هي الموهبة الموجودة عندك؟ هل هذا الشيء قديم يعني فينا نقول منذ الصغر، ولا لا هذا حديث عن جديد؟ هلا أول شغلة، أنا ما بحب او ما بستصيغ كلمه انه يطلق علي شاعر، لان انا لسه ما وصلت لمرحله الشاعر. الشاعر لازم يكون عنده البحور الشعر كاملتان، اصول النحو والاعراب الى اخره، بل انا عباره عن كاتب هاوي لهي الماده الشعريه الخفيفه اللي بتصل من القلب للقلب، لطريق ما بيقولوا من القلب للقلب، او الحاله اللي انا بعيشها بحال الشعريه المضبوطه. ابتديت الكتابة طبعاً ب 1998، أنا من تولد مدينة الكسوة ومن أبناء مدينة الكسوة، وبفتخر بهذا الشيء كثير. وطبعاً أطلقت ديواني بتاريخ 22/6 ضمن مدينة الكسوة اللي هي مدينتي وحبيبتي، والحمد لله لقيت إقبال جماهيري كان جيد جداً، لأن الكلمة البسيطة الحلوة بتصل للقلب. لهيك أنا مو ضد أكيد الشعر المقفى أو الأشعار الضخمة، ولكن أنا مع الكلمة اللي بتصل مباشرة لأذن المتلقي لها، وأنا هذا الطريق. وبرجع بقول أنا هاوي وليس ممتهن هاي المهنة كعمل دائم أو على طول إنه ككتابة متمرس لإلها. نعم، حلو كتير، يعني مبلشين صح وإن شاء الله بنوصل لمرحلة كتير مهمة. وأهم الشعراء بالوطن العربي وأهم الكتاب كتبوا شعر التفعيلة، كتبوا الشعر المحكي، كتبوا الشعر المستساغ السهل الجماهيري وأيضا النخبوي، فكل له جمهوره. خلينا نروح لديوانك اللي ألفته مؤخرا 22/6 أطلقته. نعم، يعني من أسبوع تقريبا. من أسبوع تقريبا. كيف كان الإقبال؟ كيف كان مرحلة التأليف لهذا الديوان؟ هذا الديوان ليش اخترت له هالعنوان وعن شو بيحكي؟ طيب، الديوان هو أبجدية بين الحب والحرب. نحن الله يرفع البلاء يا رب عن هالبلد ويفرج طبعا عن سوريا الحبيبة، وطبعا بدنا نطرحها مع أرواح الشهداء اللي قضوا بهون، وألف تحية لرجال الله في الأرض، رجال الجيش العربي السوري طبعاً اللي هن حماة الأرض والعرض بهالبلد هون. طبعاً قبل هالأزمة كنا عايشين بسوريا من أجمل الشعوب ومن أجمل حالات الحب اللي كنا نعيشها بين بعضنا، بين الحب والوئام. جابونا هالأزمة وافتعلونا هالأزمة، فرقوا هالشيء هذا. لهيك طبعاً كنا عايشين بحالة حب، دخلنا فترة الأزمة. طبعاً أنا عم أكتب كاتب حوالي 267 قصيدة، اخترت منهم بديواني فقط 40 قصيدة اللي هي قسمين، قسم عن الحب اللي هو ما قبل الأزمة، وقسم عن الحرب اللي هو بالشيء اللي عايشينه حالياً للأسف، مو بس بسوريا، بالوطن العربي ككل. هذا هو، ولهيك مشان أعطيك شيء من الشيء اللي هذا نسمع شيء. طبعاً هذا لسان حال إخواننا في القدس بما تمر به دولة فلسطين. كنت أنا حاسس فيهم، وخصوصاً وقت تأزمت أكثر الأزمة هناك بقى كتبت هاي الكلمات اللي هي القدس عم تخاطب الوطن العربي تقول له: الآخذون، أيها الآخذون، خذوا ما شئتم، لكن دعوا لي قوتي وقوت الورق. ابعدوا عن المئذنة والجرس، والباحثون عني ربما ستجدونني بين غيري من البشر، أو ذكرى بشر تشبه الحجر، وهم يخرجوننا من خزائنهم الحديدية، يدفعون بنا فاتورة السهرة الحمراء مع فتيات شقراوات أو سمراوات أو من أي قارة كونية على طاولة يقولون إنها مستديرة، كله من قوت يومنا
وعرق الجبين ومستقبل الجنين وأوطان تنزف من أنين الشيخ والولد. نسوا أو تناسوا القضية، الكل يتشدق بالحرية، وشعب بين الحصار والبندقية، والقدس يبكي وعلق نعوة الأمة العربية على جدران الخزائن الحديدية. يخرجوننا من دروج ملابسهم بألوانها وأنواعها المتغيرة، منها الطقوم الرسمية أو السراويل العربية، منها أوروبية وأمريكية، ومن جميع ألبسة الكرة الأرضية. كل منهم يلبس حسب سياسته الخارجية. هذا ما تحتاجه المستديرة لإدارة الشؤون البشرية، تتلون حسب المصلحة الشخصية. كل يوم لباس جديد ولون جديد، ونحن الشعوب الثياب المهترئة البالية. نرمى ونستبدل جيلاً يليه جيل ما دامت المرأة العربية قوية، تحمل وتنجب ثياباً جديدة نلبس ونرمى، وتبقى القضية منتظرة لهوية عربية بيضاء نقية. في كل مرة نتذكر، نتأمل، ننهض بفزع ورشاقة، نسألهم عن أسمائنا التي سلبت، عنواننا الذي تبدل، خريطة الوطن التي استبدلت. أين هم منا؟ ماذا حل بنا؟ أين هم من أحوالنا؟ أم بقينا تتمة عدد صفر بلا رقم؟ لحياتهم وقوتهم وجبروتهم نصرخ عالياً في وجه الصوت، لعله يستيقظ من سبات الضمير النائم، ترميه الرياح في وجه باب النصف مفتوح، تتعلق الآمال على مقبضه، عسى أن يفتح ويستقبل دائرة رسمتها داخل الغرفة المغلقة، كانت تشبه إطار صورة نقهقه على الوصايا المعلقة. نسينا أو تناسينا مزاج سماء مستطيلة ومثلث حاد، كلام بكلام والكثير الكثير، مختنق بالكلام غير إثم الكلام، ودخان غير دخان السيارات. مللت هذه الحياة الماكرة، ومللت نفسي الساخرة وبسمة الغابرة ودمعة المنتحرة. سأحبس أنفاسي وأسافر إلى هناك، إلى حيث لا أدري، إلى دنيا مجانين الساحرة، لتغطيني موجة بحر عابرة. ولكن أيها الآخذون، خذوا ما شئتم ودعوا لي قوتي وقوت الورق وكرامة العرب. كتابة أي قصيدة هي شيء كتير مهم لأي مؤلف أو شاعر هو عم يكتب، ولكن ممكن كتابة القصيدة تكون هي عائدة للي عم يكتب، عم يعيشها لهي الحالة اللي عم يكتب لنا إياها، يلي عم نحن عم نسمعها من تمه، ولا لا ممكن تكون هي عن ناس تانين عم يعيشوا حالة معينة. هلأ أنت من هدول الأشخاص ولا من هدول الأشخاص؟ هلأ إجباري أو أي قصيدة بدها تولد، حتولد من رحم الحياة اللي نحن عم نعيشها، من الحياة المعيشية اللي نحن ماشيين فيها. إذا ما يعني عشتي حالة حب أكيد حتكتبي عن الحب، عشتي حالة أسى حتكتبي عن حالة أسى. هذا الشيء هو التعبير الداخلي، وهون مثل ما قلت لك تجي على حسب الموهبة الإنسان اللي زرعها بكل كل من فينا. هلا ما شاء الله ورد عليه، الله زارع فيه اللي هو الكريزما الحلوه، وحضرتك يا نور الجمال وتقديمكم على الكاميرا، والكاميرا بتحبكم. هذا الشيء فيكم موهبه، ما فينا نجيب اي حدا يقعد محلكم طبعا. وانا هلا متلبك كثير، انا اسف امام الكاميرات والاستديو. انا كنت بدي اثني بصراحه عن اللي عم بسمعه، ودردشنا تحت الهواء انا وانت شوي، قلت له للاستاذ انه كتير برافو انه عنا جيل شاب عم يكتب تفعيله وعم يكتب نثر وعم يكتب محكي وعم يكتب هالقصص، ولكن انا اللي بخاف على هذا الجيل واللي انا منه طبعا، هل يوجد جمهور صاغي ومصغي؟ هل يوجد جمهور مهتم بهكذا انماط من الفن بظل 12 سنه من الحرب؟
وديوانك حمل كلمة حرب كمان، في متقبلين ولا فقط النخبويين هن اللي بيقصدوكم؟ هلأ هون اللي علينا لازم نعمله، اللي واجب علينا هو الإنسان لازم يقدم اللي عليه، صحيح؟ بقى أنا يوم أقدم اللي علي وأتوجه بهذا الشيء لهالجيل اللي طالع، ممكن نسبة بسيطة منه تكون تنشد، مستمعة وتتقبل هذا الشيء وتورثه لنسبة أبسط بعدها وبعدها. هون الموضوع في استمرارية، ما اندثر الموضوع. حلو. أما إذا أنا عزلت نفسي عن هذا الشيء وغيري عزل نفسه عن هذا الشيء، صار في شرخ بين الأجيال بالضبط، القديمة والجديدة، ما عاد يصفى الجيل الكاتب للكلمة أو خلينا نسميها البساطة، الكلمة البسيطة، الكلمة الحلوة اللي بتصل بشكل كتير حلو. في تعدي على الموضوع، يعني كله بقلمي، كله بريشتي، كله صار في صفحات فيسبوك. الترويج صح لازم يكون، ولكن المحتوى هو الأهم والمضمون هو الأهم. كلمة ختامية بتحب تضيفها؟ والله بتشكركم كتير، وبتشكر الاستضافة، وبتشكر تلفزيون سماء اللي تاح لي إطلاق ديواني ونحتفل بإطلاق ديواني، وشكرا لكم لأن سلطتوا هالضوء. نورتنا، الله يطول عمرك يا رب، يسعد صباحكم ويخلي لي قلبكم يا رب. يا صباح الخير عن جديد لستات البيوت اللي انضموا معنا واللي كانوا منضمين معنا قبل شوي. قبل شوي بصراحة اليوم رحنا على الحلويات وعملنا الهريسة النبكية تحت طلب كتار منكم. عن جد إن شاء الله يا رب نقدر نكون عم نقدر نعطيكم الأفكار والطرق السهلة والظريفة وأهم شيء الاقتصادية. هلأ رح نقيم ونحط الهريسة هون، كمان حنتركها ترتاح شوي كمان قبل ما نخبزها. بدنا نحاول قد ما فينا نخليها كلياتها نفس المستوى هيك بهذا الشكل. هلا انها اذا حسيت شوي البيركس كثير يعني صغير على الكميه ممكن نقيم منهم شوي، بس لا انا شايفتها منيحه. هاي حاضغطها على الأطراف مشان مثل ما قلت لكم لازم تكون مستوى واحد بهذا الشكل. يا سلام شفتوا ما أحلاها صارت. هلا بالسكينة هي ما عدنا إياها رح نحاول نقطعها قبل ما نفوتها على الفرن، وطبعا حنرجع نحن نقطعها بعد شوي. وكمان حأرجع أريحها هلا ما دغري رح حطها بالفرن. فينا نحن نحط على وشها شو ما بتحبوا، في ناس بتحب جوز هند، ممكن تحط فستق مبروش، جوز حلبي مبروش، يعني بصراحة الموجود بالبيت عم نصير نحطه، ما بيهم، المهم تكون طعمة الهريسة طيبة. هلا لحقيه وضيف عندي هون شوي، يعني بصراحة خلينا دائما نكون اقتصاديين، دائما الجوز المبروش هو اقتصاديا أكثر من الجوز القطن، يعني ما بتفرق كثير، بتفرق شوي. هلا هيك مثل ما انتم شايفين هيك صارت عندي جاهزه الهريسه، حورجيكم اياها كيف قبل ما تفوت على الفرن، حتكون معي بهذا الشكل. هلا انا لحالي رح احطها بالفرن. شو كمان عملنا؟ طبعا ستات بيوت اللي كانوا عم يتابعونا قبل شوي عرفوا شو عملنا. عملنا اكله حلو عن جد هلا كنت عم ذوق منها، جدا جدا رائعه، وبتمنى ستات البيوت تجربوها. عنصرين بس شغلتين حطينا، جوز هند مع حليب مكثف محلى. جوز الهند اللي جبته اليوم بصراحه كان خشن، قمتن وطحنتن على الخلاط لحتى صار عندي ناعم كثير، جبتيه من عند الزلمه يعني مطحون وممتاز، ما هي ما عندي مشكله بتساوي على الخلاط. بضيف فوق منه حليب مكثف محلى متى ما حسيته شبك بوقف. تقريبا ليك حورجيكم كيف صاروا معي بهذا الشكل، وانا بصراحه لبين ما رحت ورجعت وحطيتهم شوي بالبراد. هلا انا كيف ممكن خليهم هيك شكلهم يكون كثير حلو وخرج انه انا ضيف منهم وهيك شوف حالي، وبالذات البنوتات الصغارات اللي بحبوا هيك يكتشفوا دول الشغلات، يعني عن جد اهم شيء انه هي ما بدها فرن ما بدها بيض، يعني سهله كثير. هون شو عملت انا؟ شوكولا سايحه، عملت لها حمام بخار ليكا، حطيت قالب مثل ما هو. هلا انا رح اقيم مثل ما انتم شايفين البخار عم يطلع من هون، رح اقيم قطعه قطعه ونسقطها بقلب الشوكولا ونقيمها. هلا ما بعرف يمكن ما مبينه معاكم، بس انا مثل ما عم قلكم بس انا عم قيمه وحطها بالشوكولا
هلا الحقيمة بالشوكه حاول قد ما فيني. هلا اذا نحن عندنا مثلا شبك او ممكن السياخ تبع شيش طاووق عرفتوها، ممكن هيك تسندوهم وتحطوهم عليها. هلا هي اول وحده، كمان حنرجع نحط وحده ثانيه. يا سلام هيك. ومثل ما قلت لكم فينا نجيب الورق الزبده الصغير، يعني بيطلع عنا كمان شكلهم كثير حيكون حلو لذيذ وكربوش، يعني حتى ما حيبين انه نحن عاملينهم بالبيت. حلوين بمباركات ضيافه، حبينا نحلي شي حدا هيك ما بنتكلف. وبالنسبه على ما بنتكلف، انا دائما بجيب لكم هيك شغلات اقتصاديه. الحليب المكثف المحلى كيف انا فيني اعمله بالبيت؟ تخلطي قد بقد حليب بودره مع سكر بودره اثنيناتهم، وبضيف عليهم مي سخنه وبحرك قد ما فيني بسرعه، يعني كميه المي بدها تكون كثير قليله. متى ما اخذت القوام اللي انا بدي اياه هيك، انتم مثلي هيك وقت تعملوا حلويات تعملوا اطول اكيد. هيك كلياتنا هي عند الله. دقيقه ما بدها تطلع هيك. هلا انا حاكتفي بصراحه بهدول، بس حورجيكم شو رح ساوي. هلا هون مثل ما انتم شايفين الشوكولا اللي رح تزيد على الاطراف، انا يعني ما بيأثر، انت اخر شيء بترجعي فيكي تكسريهم وترجعي تذوبيهم من اول جديد، يعني هن ما رح ينكبوا. انا هون يعني حابه اليوم هيك يكون شكلها كثير عن جد حلو. كمان ذوبت عندي شوكولا بيضاء، رح حاول رح بلش من هونيك. كترنا عليها اخر وحده، يلا هي انا باكلها. بس شوفوا لي شكل هدول الثلاثه، هلا متى ما جمدت حيكون عن جد شكلها كثير حلو. ما ضل غير مثل ما قلت لكم، هلا حقيمه حطها بالفرن على حراره 220 تقريبا لمده ثلث ساعه لنص ساعه، واخر شيء بشويه من فوق. متى ما طلعت صحي انتم ما رح تكونوا معي موجودين، متى ما طلعتها رح ارجع ادهنها بالقطر ورد ارجع فوتها على الفرن واشويها من فوق. يعني اول شيء حخليها على حراره 220 ثلث ساعه لنص ساعه، متى ما حسيت انا الاطراف عندي احمرت معناتها خلص انا ما بقى بدها شيء، وبطلعها مثل ما انتم شايفين رح سقيها بالقطر ورد ارجع على الفرن لحتى يحمر عندي وشها. ومثل ما شايفين حكمل هلا انا هدول الشوكولاتات هيك وينشفوا ويصيروا ظابطين، وترجعوا لعندي باخر حلقه لحتى نشوف الشكل النهائي الرائع جدا. يا صباح الخيرات عن جديد بفصل الصيف، يا ورد كونه ما بيحب فصل الصيف، موسم الفعاليات والاحتفاليات الترفيهية بكل أنحاء العالم، وأكيد رح نحضر بعضها بجولتنا اليومية المنوعة. بداية من سيرك عمار بالجزائر يلي يعتبر تقليد سنوي وشعبي، وبعدها لمهرجان الرقص الشعبي برام الله بفلسطين. دائما أخبارنا بتكون من الدول والمدن والمحافظات العربية، ولكن رح نروح شوي كمان على الصين يلي عم تعاني من موجات حر شديدة، فتم إنشاء مسبح عملاق بالهواء الطلق للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة جدا. وأخيرا حرفي تونسي عم يبذل مجهود كبير للحفاظ على غطاء الرأس التونسي التقليدي. هاي العناوين، أما التفاصيل تعالوا نشوفها سوا. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من الجزائر. عاد سيرك عمار الكبير هالسنة بجولة عبر مختلف المناطق بالبلاد، وبيتضمن العرض الرقص والسحر والحركات البهلوانية من إنتاج فنانين مختلفين، وبيعود تأسيس هالسيرك لعام 1860. ومن الجزائر لفلسطين، عودة مهرجان رام الله للرقص المعاصر من جديد بدورته 16. هالمهرجان عاد بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وشارك فيه 17 فرقة وفنان من 9 دول عربية وأجنبية. وحننتقل على تونس. حرفي يدعى ماهر عطيل يعتبر آخر صانعي الشاشية التقليدية بدقة بمتجره الصغير بمدينة تونس العاصمة،
وهي عبارة عن قبعات بالسوق توضع على الرأس كتقليد وطني ورمز للتراث الغني لدول شمال أفريقيا. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن توجه الآلاف من الأشخاص لمسبح عملاق بالهواء الطلق بمدينة شينجو شمال الصين للاسترخاء والبحث عن الأجواء المنعشة بعد ما ضربت موجة حر شديدة المدينة وتسببت بارتفاع درجات الحرارة ل 42 درجة مئوية وفقاً لوسائل الإعلام المحلية. الموضة ولأنها شيء استهلاكي بتبقى بحالة تطور دائم، وكل سنة بتظهر موضة بتختلف أكيد عن السنة الماضية بموديلات وألوان جديدة، بس مع هيك بكل موسم بنلاحظ أنه في موضة قديمة رجعت ولو ممكن بتفاصيل صغيرة، ممكن أكسسوارات، نقشات أو حتى موديلات. دائما في 30 سنة بترجع اليوم، 20 سنة بترجع اليوم، وأحيانا الموضة بتكرر نفسها، لهيك بيقولوا لنا ما ترمي شيء ممكن بعد 10 سنين يرجع يصير موضة. وعدا عن هيك في كتير أشخاص بحبوا يعيشوا موضة العام الماضي أو القرن الماضي أو العقد الماضي بكل تفاصيلها، وبيتبعوا الستايل الكلاسيكي أو اللي منقله الفينتاج لوك. تفاصيل الفينتاج لوك أو الفينتاج ستايل وكيف ممكن ننسق عناصره لنحصل على إطلالة أنيقة تناسب العصر ومع هيك تذكرنا بحقبة زمنية ماضية. ضيفتنا مصممة الأزياء رنيم خباز جاهزة لتخبرنا كل الإجابات. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يعني عم نحكي هيك عن ستايل، ما بعرف إذا في كتير من الناس بيحبوه بفضلوه أو ممكن نحنا كجيل معين نتمنى أنه ترجع للستايلات القديمة، لكن بالبداية رح ناخد من حضرتك شو نقصد بالفينتاج لوك والستايل الكلاسيكي. هلا الفينتاج لوك هو اي قطعه ثياب من 100 سنه ل 20 سنه لورا، تمام؟ يعني هو اي شيء الثياب القديمه مثلا الستينات سبعينات ثمانينات والتسعينات هن هلا كثير موضه، تمام؟ كثير يعني اي قطعه من هدول القطع تعتبر هي فينتج. معناتها اذا عندنا حدا قديم، انه اي قطعه قديمه الواحد مفروض ما يكبها لانه كل شيء عم يرجع يدرس. ممكن نرجع لاهالينا او ممكن يعني جدودنا وستاتنا، يعني اذا موجود عندهم قطع فساتين جواكيت هدول قصص ناخذهم وبقى نعدل ونحن نعدل عليهم نعملهم بطريقة عصرية. هلأ أما بالنسبة للوك الكلاسيكي هو أي قطعة بتقدر تلبسيها بأي وقت، هو بيكون ألوانه الألوان البيزك واللي بيكون كتير بسيط وكتير أنيق. تماما، يعني فستان خطبة والدتك بينفع هالأيام. الفستان اللي راحت فيه ستك على عرس مدري مين ما ترموه. هلأ بنحكي مع رنيم كيف ممكن تجددوه ترجعي تلبسي. وحتى للشباب في فينتاج لوك. أكيد. شو بيفرق الفينتاج لوك عند النساء للرجال؟ يعني شو الملامح العريضة لكلا الجنسين؟ إذا بدنا نقول ستايل فينتاج للسيدة شو الخطوط العريضة؟ هلا يعني هلا ما في قاعدة معينة. يعني هلا مثل ما أنا شايفين كل شيء قصات عم ترجع تدرج نفسها بس بطريقة عصرية. مثلا وحدة من هالقصات مثلا شو هي؟ يعني مثلا الرافلز كتير دارجين هنن هلا وهنن كتير قدما. يعني اذا بتطلع على الافلام القديمه اغلب الفساتين او القمصان اللي كانوا يلبسوها الا رافلز او الكمام الباف هم كتير موضه. عم نشوف نحن وياكي والمشاهدين يعني صور فعلا هدول فينتج لوك وهلا كتير موضه. يعني لكلاسيكي كتير جدا. ما بعرف اذا في كتير من الناس بفضلوه او بحبوه او لا. يعني خلينا بالزمن اللي عايشين فيه بالحق اللي نحن موجودين فيها شو دارج من البس الشيء القديم. في ناس بتبعد عنه، ما بعرف اذا في اشخاص تانيين بفضلوه. اذا انا عندي اشياء قديمه وحابه اجددها، حابه اعمل شيء عليها جديد، ممكن الفساتين اللي قلتين عليها كيف ممكن انا ارتبها بشيء يتناسب مع هذا الوضع ما يبين فعلا انه قديم كتير لا او مو ظابط؟ يعني هلا ممكن يتعذر عليه بطريقه لبسه، انه انت تلبسي فوقه مثلا بليزر، ممكن تلبسي معه حزام بيطلع احلى مثلا، انه حسب هلا شو دارج، عرفتي؟ بس برجع بقول لك انه هن نفسهم دارجين، يعني القصات القديمه نفسها مكرره حالها. يعني حتى الفساتين القديمه انه فيك تلبسيها بدون ما تعديها لانه هي نفسها هلا موضه. حتى الجينزات عم نشوف يعني الخصره كثير عاليه اللي ممكن كان يوصل لهون، تمام؟ يعني فوق السره لا راجع وبقوه، ان كان شباب او حتى بنات. ممكن كمان البناطين اللي كان لهم زمه تحت للشباب
كان ما حدا يلبسه غير الشارلستون. الشارلستون دارج والبوتكات دارج، البنطلونات اللي هي بتكون عريضه من فوق لتحت كمان هي موضه، كمان هي من الستينات، هي كمان ماخوذه من السبعينات والثمانينات والتسعينات. يعني نحن هدول الحقب الزمنيه هدول نحن هلا مكررين حالهم هلا. معلش احكي شغله وهي نور بتعرفها عني، انا من هالزمن بحس حالي ما بعرف ليش إيه من هذا الزمن تبع احلى من هلا الثمانينات للسبعينات بالملابس بالثقافه بهالموضوع. يعني يمكن صار لي 10 سنين على الشاشه بيقولوا لي غير قصه شعرك، لا كلاسيكيه هيك اي تمام، لا لوك كلاسيكي تمام. انا انه روح لشيء كثير جريء يكون، ما بعرف ليش طول شعراتك مثلا، مع احترامي للناس اللي بتحب كل شوي والثانيه تغير باللوك تبعها. بتذكر هلا طالما عم نحكي عن الشباب او الرجال، القمصان العريضه الاوفر سايز، بتذكر الالوان الكريميه، بتذكر شوي النساء كمان البفات اللي على الكتاف، هدول الامور كلها اذا بدها تلبسهم الصبيه او الشاب بهالايام شو التعديلات اللي لازم تضيفهم ولا تاخذهم خلص مثل ما هنن؟ انا برايي انه تاخذهم مثل ما هنن، يعني لبس برجع بقول لك انه انا لبس بالنسبه لي بحس انه هو ما له قاعده، كل واحد حسب شو بيحب، يعني بما انه كل شيء دارج ما في شيء نتقيد فيه. يعني هلا حتى مثل ما قلت انت انه حلو الواحد انه اذا حابب يجرب لوك جريء بجربه ممكن لفتره بسيطه، بس رد بيرجع لللوك القديم يعني تبعه، يعني بجربه ل 10 ايام بعدين بيرجع تمام. انا بيرجع لللوك القديم، يعني ما بعرف، يعني مثل ما انت قلت حتى انا بحس انه القديم بيضل احلى من الجديد، ايه له رهجه اكثر. اي تماما تمام. رح ننتقل للاكسسوارات. تمام. عم نشوف في اختلاف كثير كبير بالاكسسوارات، كان ايام زمان ممكن كنا نشوف الحلق الكبير، الطواق الكبير، الحجار، الالوان، بفتره زمنيه معينه خفت ماتت، هلا عم نشوف عم ترجع. في كمان شيء جديد ممكن فينا ندخله ضمن هذا الستايل اللي بنحكي عنه اليوم؟ هلا ممكن اذا الواحد انه لابس قطعه انه فينتج وهو حابب يبين انه هو اللوك تبعه كثير فينتج انه يحط شيء من الاكسسوارات هي القديمه، بس اذا الستايل كلاسيكي بفضل انه يكون حاطط اكسسوارز انه تكون كثير ناعمه وانيقه، يعني ما يكون كثير عامل هيك عجقه باللبس، يعني مع الالوان البيزك بفضل ساعه حلق مثلا او طوق انه ما يكون في كثير شغلات. هلا الحلق كانت يعني لا حلق نعم. شبشي شبشي القميص قميص لا هي لهلا انا ما بحبه لهلا، بس هلا في هي موضه كثير، يعني لبس معين بتحسي انه حلو معه، يعني بحس حالنا انه شوي ترند شوي غريبين عن الايام العاديه او الاشياء، ممكن تزبط لجلسه تصوير، ممكن فوتو سيشن، جلسه تصوير رائعه كثير بتطلع حلوه. والله وجع بالي هيك قصة هيك بس تعجيب التياب، يعني إذا جلسة التصوير بدك مثلاً سبعة أو ثمانية لوكس تعجيب الأوتفيتس بقى من بدك تلمون. في شغلة تانية، في أخطاء مرتكبة لما بدي أرجع لحقبة زمنية معينة، بتصير مثل ما قلتي إنه أنا بلبس قطعة معاصرة مع قطعة بشكل قديم، فبتحسي اللوك مشوه مو صح، مو زابط، ما في ثيم عريض عام. شو الأخطاء الثانية اللي ممكن يقعوا فيها السيدات أو الرجال؟ الأخطاء الثانية أنا مثلاً هلأ دارج كثير تضارب الألوان الكونتراست تمام، بس هلأ كمان بده يكون واحد مهتم كثير لتفاصيل الجسم إنه شو الشيء اللي بيناسب الجسم وشو اللي ما بيناسبه. ومثل ما حكينا انه على الاكسسوارز انه اذا كان كثير تضارب الوان ما يكون في كثير اكسسوارز انه كبير وضخم وهيك، يعني ما بيطلع حلو. ايه بيلبسوا الاساور او بيلبسوا مثلا الكوليه بطريقه ما لها مناسبه مع الاوتفيت تبعهم تمام، وهذا الشيء يعني ممكن يسبب شوي تنمر، شوية احاديث، شوية كومنت. هلا كمان موضة القبعات كثير موضة، ايه هلا عم نشوف كمان طوائل الاشياء اللي عم ترجع فعلا بقوة بهذا الوقت، ممكن ندخلها شوية تعديلات لتواكب الموضة اللي نحن موجودين فيها، يعني في كثير قصص، في كثير تفاصيل ممكن نحن ننتبه لها ونكون يعني مواكبين للعصر الموجودين فيه، ولكن كمان جايبين شيء من الستايلات طبعا. بس بفضل كمان مع اللوك الكلاسيكي ما تكون القبعات بالوان فاقعة، يعني بفضل انها تكون الوان بيزك كمان بتطلع احلى طبعاً. بس مع اللوك الفينتج اذا الواحد حابب انه يطلع انه هيك فينتج كثير انه على فكره على فكره نجوى كرم هلا منزله كليب لابسه فيه فساتين اللي كانت تلبسهم ب 1980 90 حتى بالحفلات بجرش بسوريا كمان، فرجعت هيك اللوك الفينتج بس بطريقه معاصره شوي. ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا ويسعد صباحك. ويسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. احيانا في شغلات وتفاصيل بسيطه مو بتخطر على البال، بتذكرنا بالايام القديمه، ممكن تكون هي العاب الكمبيوتر يلي رافقتنا خلال الطفوله بجيل التسعينات وكانت تاخذ الحيز الاكبر من وقتهم، او الاتاري. هاي اللي بدي اقولها، ليش كان في كمبيوتر بالتسعينات او حتى اوائل الالفينات؟ كان الاتاري او الفيديو جيم، انا لهلا كمان محافظه عليه وعندي واحد. كان في اتاري العائله وكان في سيجا، هذا اللي عنده سيجا بيشوف يعني حاله عند اتاري العائله.
وكان في الأتاري اللي بياخذ شريط او بياخذ لعبه من برا، ماريو وفي اللي مبرمج وفي الماريو، دكتور ماريو، في الماريو اللي بيطلع له هيك زيل وبيطير، هذا اللي كنت حبه. اما الماريو العادي الكلاسيكي ما كنت كثير معجب فيه. ليك يسأل الله ايام زمان بس حلوين. اي أيوة والله حلوين. لهلا كل فتره والثانيه بنشوف على السوشيال ميديا في ناس عم تسأل اسمهم جيمرز انه شو الالعاب اللي بتحبونا نلعبهم حتى تتذكروا الماضي فيها، العاب قديمه نسترجع الذكريات الحلوه معها. على كل حال العاب الكمبيوتر صارت متطوره اكثر بكثير، وصار في 4D و3D وهالامور كلها. مع هيك رح نرجعكم شوي لحقبه العاب الفيديو جيمز وايضا الكمبيوتر البدائيه لحتى نتذكر ايام الطفوله. أفضل ألعاب الفيديو لأجيال تلك الأيام الخوالي. تم ابتكار أغلب هذه الألعاب في اليابان واستمتع بها الناس في كل أنحاء العالم. إليكم قائمة بألعاب الفيديو التي تعد الأفضل في التاريخ والتي حصدت أفضل التقييمات من النقاد والمستخدمين. سوبر ماريو أحد أشهر الألعاب على الإطلاق حول العالم، فمن منا لم يعش مغامرات ماريو بزيه الأزرق والأحمر الشهير؟ وتتميز شخصيته بالشكل الفكاهي وهو يتسم بالعديد من الصفات مثل الشجاعة والإقدام والتعاون مع الآخرين لكي يقوم بإحباط خطط الشر التي تحاك ضد الأميرة. سونيك الشرير، لعبة الركض والسباق الممتعة التي جعلتنا نقضي ساعات في السباق عبر دورات سباق لا نهاية لها في عالم سونيك. كاونتر سترايك لعلها الأقوى في هذه القائمة، وذلك لأن اللعبة لازال لديها عشاقها بالملايين حول العالم، وتعتبر فيروساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بحيث لا يزال حتى الوقت الراهن العديد والعديد من الأشخاص يجتمعون ويلعبونها حتى نهاية الليل. GTA عالم من الإثارة والعشوائية والغضب والتسلية. سرقة السيارات الكبرى تدور أحداثها في مدن تشبه مدن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اكتسبت شهرتها لأنها تمنح اللاعب حرية اختيار المهمات والتجول في المدينة. The Sims، ومن منا لم يندهش بهذه اللعبة التي كانت قريبة جداً لحياتنا اليومية، ولامست تفاصيلها بداية من بناء الشخصيات إلى المهام اليومية التي جعلت الكثيرين منا يحسون بالمسؤولية العالية والارتباط بالشخصيات الموجودة في اللعبة أكثر من ارتباطهم بحياتهم الواقعية. وأخيراً في قائمتنا Mortal Kombat، أحد أكثر الألعاب إثارة وتنافسية، لعبة قتالية مدهشة نستطيع مشاركتها مع الآخرين، ولا زالت تتطور حتى يومنا هذا. كان في كثير العاب يمكن ضيق الوقت ما بيسعنا نذكرهم، كان في ريد اليرت، كان في هيتمان، كان في جنرال، كان في شو عم يذكرونا بالكنترول كمان بالعابهم ايام الطفوله. يعني ان شاء الله يا رب هيك يصير في عنا مستقبل نتذكر فيه اليوم كماضي يكون كثير جميل، وان شاء الله نكون هيك عم نقدر نعمل شيء لقدام كثير حلو. على كل حال احيانا يا نور بنشوف شيء شغله
نصفهم خمس ثواني ست ثواني بنقول هاي القصة صايرة معي من قبل، أنا شايف هذا الموقف من قبل، سمعان هاي الجملة من قبل. ظاهرة غريبة بتحدث معنا بأغلب الأيام لما ندخل على مكان معين مثلاً ونحس بأننا شايفينه أو قاعدين من هون من زمان، وممكن أنه نتوقع رؤية الأشياء ونشوفها فعلاً، وغالباً الأشخاص بيفكروها مرض نفسي وبينصابوا بالقلق حيالها، لكنها ظاهرة طبيعية جداً بتحدث مع الجميع. لنعرف أكثر عن ديجافو خلونا نشوف هالتقرير. بشكل كبير. محللين نفسيين نسبوا الظاهرة للخيال البسيط عند الإنسان، وبعض الأطباء بيقولوا إنها خلل لحظي في الدماغ لمدة ثواني قليلة. ولاحظوا أيضاً إنه الفئة العمرية الأكثر عرضة لهالظاهرة بتكون بين سن 15 و25، لأنه بهذا السن بيكون العقل قادر على ملاحظة التغييرات البسيطة في البيئة من حوله، وبيستطيع استرجاع بعض التفاصيل المشوشة في الحادثة الجديدة، ولكن من المستحيل استرجاع تفاصيل الحالة الأولى. نظرية أخرى بتقول أن صور المشهد تصل عبر عيني الشخص بسرعتين مختلفتين، وإحدى العينين بتسجل الحادثة أسرع قليلاً من العين الأخرى، ما يولد لدى الدماغ إحساس بأنه المشهد مكرر. العديد من الأشخاص يصابوا بالقلق بسبب هالظاهرة وبربطوها بالأمراض النفسية كانفصام الشخصية أو حتى الخرف، ولكنها ظاهرة طبيعية بتحدث دائماً على شكل ومضة خفيفة وبتختفي. أبراجنا وحظوظنا وشو مخبيلنا الفلك بختام هذا الأسبوع وصفات مواليد الحصان الصيني، كل هدول رح تخبرنا ياهم نجلة أباني. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا وائل. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير ودائما أيامكم سعيدة مرتاحين مبسوطين. اليوم آخر أيام الشهر 30/6، ابتداء من بكرة بداية شهر جديد أتمناه سعيدا للجميع. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها، ويعني تقريبا لاخر الايام، لذلك خليني ما احكي كثير التحذيرات، بس اقول حركه الكواكب اللي هي عطارد كوكب السفر الاوراق المستردات يتقدم في برج الجوزاء، طبعا الى جانب الزهره للحب للارتباط للعلاقات ايضا في برج الجوزاء. هلا هون ممكن بقى شوي تعطي تحذيرات شخصيه لمولود برج الشخصيه ماليه لمولود العذراء القوس الحوت، حافظوا شوي على اموركم الماليه. اما وجود المريخ في برج الحمل واللي كان عم بيضايق شوي مولود برج السرطان والميزان والجدي، فانا برايي بلش يخف التاثير السلبي وما عاد في هي التاثيرات، لانه هلا 3/4 بالشهر رح يكون دخل على برج الثور. لازم نبلش نحذر البرج اللي بعده اللي هن مواليد برج الاسد على الغالب، اللي هن مواليد برج العقرب اضافه الى برج الدلو. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي لسه الأمور ما كتير مريحة، رغم أنه اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا، بس مع ذلك لسه أنا بنصحك أنك تبعد عن المشاكل، ما تكون كتير عصبي، ربما في شجار أو صراع لا يلزمك، أو قلل من صدماتك مع الآخرين، أو في عندك نوع من أنواع التسرع والانفعال، حساس أكثر مما يجب مولود برج الحمل. مولود برج الثور لا، في عنده حركة نشاط فرص جيدة لتهنئة، يمكن على قصة ممكن تلاقي لها حلول،
غالباً في محبة تتدفق حواليك، في نوع من أنواع اللطف، الأخبار الجيدة أو الأخبار مصدر للفرح. هو يوم للحركة، هذا يوم الحركة العالمي إذا بدك. يعني أبداً ما أظن أنك قاعد مثلاً لحالك وهيك عم تفرج على التلفزيون، أبداً ما لك علاقة بهاي القصة. مولود برج الجوزاء غالباً عم ترتب أمور مالية، وفي عم يطلع لك مصاريف لم يكن محسوب حسابها. أنا برأيي هي عائلي، يعني قصة شخصية بمنزلك، ببيتك، بعقارك، بتيابك، يعني شيء عائلي عم بيكون فيه قلة دخل، متطلبات كثيرة. هلأ ما بعرف، هي بالنتيجة بدك تنتبه شوي على أمورك المالية لأنه ممكن يكون فيها بعض المضايقات. مولود برج السرطان اليوم الأمور جيدة بالنسبة له، ولسه القمر ببرجه عم بيخليه يرتب أموره بطريقة إيجابية. يعني لو كنت عازباً ربما تجد شريكة حياة، حاول تستغل ميزاتك بالحوار، ربما تجد تعاطف، ربما تختلط الأمور العائلية والعاطفية لترتب لك وضعك بحيث يكون أفضل مصالحات يمكن. يعني يوم إيجابي بالنسبة لك وأنت مشغول باتصالات. برج الأسد أنت اللي ما كتير مبسوط، عم ينتابك حزن يمكن نتيجة أخبار عم تسمعها، أو لازمك شوية صبر، لازمك شوية تكيف. أنت بمفترق طرق غالباً، أعمل هيك ولا أعمل هيك، هيك كأنه القصص العلاقة بالغربلة. وربما بهاي الأيام تشعر أنه في طوق محكم على رقبتك ما عم تقدر تطلع منه، يعني في نوع من أنواع هيك المسيرة الصعبة. خلينا نقول مولود برج العذراء يوم اجتماعي بامتياز، تشارك بحدث اجتماعي أو في عندك قصة العلاقة بصداقات مستقبلية، قصة شخصية مهنية، دعم تأييد، دعم بالخطوات، يعني رغبة بكسب التأييد. يعني أنا بشوف الأمور إيجابية وجيدة، محيطك مؤيد وداعم عزيزنا مولود برج العذراء، ويمكن في وجوه جديدة عم تتعرف عليها. مولود برج الميزان أنت اللي مصلك يومين بكركب، اليوم أقل، بس مع ذلك أنا نصيحتي لك أنه إذا في ظروف طارئة تجعلك متضايقاً فهدينا شوي، كن دبلوماسي شوي. اليوم في شيء من الأخطاء حواليك، حاول تطلب نصيحة إذا في شيء قالك مولود برج الميزان. ما تترك نفسك اليوم عرضة للفهم الخاطئ. مولود برج العقرب أحد الأيام الأفضل اللي غالباً عم توسع دائرة نشاطاتك، حواليك نوع من أنواع الاحترام، صداقات، تعاطف، دعم، قصة العلاقة بالتعلم، ابتداء من تجاربك وانتهاء من تجارب الآخرين. تحت الأضواء اليوم مولود برج العقرب والأمور لألو إيجابية. الحياة أبهج وأجمل بالنسبة لك مولود برج القوس. اليوم في مساعدات من المحيط، في حظوظ أو إرادة لتصل إلى ما تريد، تطلعات طموحة، ربما في حدا عم يحترم وجهة نظرك، قادر أنك تحكي تناقش، أنت موضع اهتمام. وعلى فكرة اليوم اليوم الأفضل لترتب أمور مالية، تقبض، تدفع، تنظم، ترتب، طالب بحقك يمكن، أو أنك تاخذ هدية مثلا من شي حدا. عزيزنا الجدي، الحياة أنت الأمور اليوم بحاجة للحل. وصلك يومين ثلاثة مانك على طبيعتك، شوي عصبي، مشوش الذهن، أو هيك ضيق الخلق. خليني أقول على كل هي ضيقة الخلق رافقتك كل الشهر الماضي، ما كنت كتير مرتاح. حاول إنك تتفاهم مع محيطك، تكون أهدأ بنزاعاتك، وما تستعجل بقراراتك وتلافي أو تلافى أوضاع ربما تتأزم. مولود برج الدلو شغلك كتير وما عم فاضي تحك راسك. الأمور اليوم تتراوح بين الشغل وبين تأجيل بعض الأمور، يعني المشكلة كمان في نوع من أنواع التأجيل، لذلك حاول تخلص كل شيء مهم وما تأجله لبكرة، لأنه ما عندك هي اليوم هيك فاقد للطاقة مولود برج الدلو، أو فاقد حتى حس حاله غارق بالمشاكل مثلا. مؤثر على محيطه مولود برج الحوت، وتتقبل الآخرين كما هم، عندك دقة في اتخاذ القرارات، عندك هيك مبادرة، كأنك تشح حرارة ودفى عزيزنا مولود برج الحوت، وعم تستشير أو مهنياً مبسوط، أو كأنك تغلبت على بعض المنافسة. اليوم محبب لمن حوله وملفت مولود برج الحوت. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 30، وأتمنى له السعادة، شخص طيب وحنون،
من الأشخاص اللي يا بيحبوك يا مضايقين منك يحقدوا عليك يسامحوك. هي قصة كتير بعيدة عن مواليد برج السرطان بالمجمل، فلا تتلاعب بعواطفه ولا تكذب عليه أبداً. اليوم يوم هي مولود 30 شخص يبتعد عن المشاكل، يحرص أن يكون نزيه وعادل، جديته تقلل من صداقاته، صامت لا يتقن فن التحدث عن مواهبه، يؤلمه الخداع على الغالب. فنان هو من الأشخاص اللي هيك يعني عنده وضوح يضاف إلى هدوء. طبعاً السنة بالنسبة له السنة تعتبر كتير مهمة وفيها تغييرات باتجاه الأفضل، بس أنا ما بظن في تغييرات قبل الثامن، يعني حتى الشهر القادم اللي هو جيد بس ما نوع للتغييرات. أنا بظن من الثامن وما بعد ممكن يكون في تغييرات بقى مفرحة، سواء بالعمل سواء بالأمور الشخصية. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير إن شاء الله يا رب. رح نبلش نحن وياكي بمواصفات أو صفات هذا البرج الصيني اللي هو الحصان. مواليد مين مشان نطمنه للي عم يحضرونا؟ ما في هلا، هي اولا بده يكون 54 مواليده. طبعا نحن بنعرف او صرنا كثير حكينا انه مولود كل 12 سنه من بترجع بتنعاد نفس السنه، يعني اللي مواليده 54 فحطي فوقهم 12 66. طبعا 66 هو بيجي هذا البرج بالذات كل 66 سنه بيجي هذا البرج اللي بسميه الحصان الناري. هلا انا للحقيقه انا يعني قريبة من هاي المواليد، فأنا كتير لاحظتهم هاي المواليد هن يقال بالأبراج إنه بيكرهوا الناس بالصين، بيكرهوا يجيبوا حصان صيني لأنه إنه يموت أحد من أقاربه. أنا هاي القصة ما شفتها صحيحة ولا يعني، وعاشرت كتير أحصنة صيني بالذات، لأنه يعني قصدي 66 هن كانوا رفقاتي، أنا أصغر تكة بس يعني هن. فأنا لما دخلت بالأبراج الصيني كثير سألت على هاي القصة، ما لقيت لها فيه ولا جزء من دقة. بس هو لازم نحكي عن الحصان الصيني الناري بنسميه اللي بيجي كل 66 سنة بيرجع بتقلب، بقى كل 12 سنة 66 ال 78 ال 90 جماعة ال 90 جماعة 2 2002 كلهم هدول أحصنة صينية. الحصان الموهوب أنا دائماً بقول لهم علموه للحصان، يعني ما تتركوه بلا علم. وحتى تعليم المهنة، الحصان يجيد الشغل اليدوي أكثر ما طبعاً هو ينجح بالأكيد بمواضيع الدراسة، بس المواضيع اليدوية بتجيب له حظ وبتجيب له مال، وهو أصلاً متحدث بارع يعني يخزي العين. هن جماعة الإعلام ثلاث أرباعهم أحصنة صيني، إذا بتكون حصان صيني مثلاً وجوزاء يا للهول ما بيسكت خارج يشتغل صحفي بحق. عموماً يعني على كل الأحوال بحب المال الحصان الصيني، بيقدر يجمعه وبدون جهد، شغيل جداً جداً جداً. إذا بتشغلوه بـ 48 ساعة شغلة بيحبها وعم بيطالع منها مال، فما بيقلكم بدي نام أو ما بيقلكم تعبت. بيصرف على نفسه. هلا انا بشوف دائما الحصان الصيني ينتمي الى قائمه البخلاء، بس مو دائما. هلا لما بيجي حصان اسد ما دخلوا ابدا بقى بالبخل، حصان حمل ابدا ما دخلوا بالبخل، بس حصان عذراء مثلا يعني حقيقه بيكون حريص. طمنينا حصان ميزان؟ لا بالعكس اموره جيده يعني كريم. الميزان هو من الابراج الكريمه، والحصان روحي المستعرض الأول بين الأبراج، يحب أن يظهر كرمه، مو بس كريم يعني بحب يظهر هذا الكرم. فهو بالنتيجة يعني من فوشان 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 بس بحب المصلحة الكرم. معناها بحب يكون إنه مثلاً له دور ببعض الأعمال ببعض الأمور. أنت قصدك المهنية؟ تماماً. طبعاً هي أنا أتمنى من كل مواليد برج الحصان الصيني يطوروا يعني مواهبهم، يتجهوا لتطوير مواهبهم أو شيء مهنة يدوية. عموماً يعني الكوفير مصلح سيارة مبدع بصير بتدور عليه 100 سنة لتصل عنده مثلاً. مصلح سيارات حصان صيني تلاقيه إنه تترك كل الناس وتروح لعنده لأنه حدا كتير محترف. مبدع ومحترف. طبعاً محب للمال، يهوى المظاهر، يصرف أمواله كلها على هاي المظاهر، يحب البزخ، يرتب أمور مستقبله، متحدث بارع، ثرثار،
يعني هو بيدلل نفسه دائما، بيحب نفسه، مو بيحب الأنانية على فكرة أبدا، ما له علاقة بالأنانية، بس يعني شعراتي، وشي، عيني، أنفي، شوفوا أنا أبيض، شوفوا أنا أسمر، شوفوا شعراتي شيابي، هيك بيدلل نفسه، بيدلل نفسه كتير. طبعا هو بكون مثلا إذا صار بأسد بقى، يعني قصدي حصان وأسد، بصير معه هوس بأنه يدلل نفسه، بصيروا أكثر. أنا بزمان لو تعرفت على حصان أسد، رجل ودكتور، فكان له هواية يوقف وهيك، هاي في هون شعرة مثلا، يوقف يضل يعمل هيك ينقيه، إنه شلون في شعرة هون مثلا، ما بيستوعبوا عقله إنه هاي القصة كتير مهمة بالنسبة للأحصنة. مولود يحب الكمال على كلين، بيدور دائما على الكمال، بيدور على مثل أعلى، يحلم بالثراء والسلطة. طبعا هو قائد من الطراز الأول، كتير يصلح للعسكرة، يعني حصان حمل، حصان برج الأسد، حصان عقرب، هدول حصان جدي، حصان ثور، هدول الأشخاص كتير لهم علاقة بالعسكر، كتير لهم علاقة بإعطاء الأوامر، دائما عنده شحنة تسلط، دائما بيعرف إنه يضبط الجماهير أو يضبط الناس حواليه، حازم بقراراته على كل الأحوال. هلا أنا ما كتير بشوفه من المحظوظين كأبراج، على كل الأحوال هو أصلا لا يؤمن بالحظ، يؤمن بالجهد وليس بالحظ، يعني أهل للثقة، ما بيعرف يكذب أبدا، بالعكس عنده نبل وشجاعة وكبرياء، بحس إنه بيلاقي حاله كتير صغير إذا كذب، يعني إنه أنا معقول أصغر وأقعد أكذب هاي الكذبة مثلا، فهو نادرا ما بيكذب، مو نادرا. أنا برأيي برج الحصان الصيني من الأبراج التي لا تكذب إطلاقا، حتى لو غلط غلط، فهو بقول أنا غلط، أنا هيك عملت، ما غلط عملتها، ما بإيدي، بس إنه ما بيكذب. طبعا نوبات غضبه لا تضاهى، يعني عنده نوبة غضب ما لأخت بين الأبراج، جامح، يعني نحن بنسمي التنين، بنقول باصق النار، هو غضبه شديد، والحصان ولي فقط، يعني بقية الأبراج عادية، بس هو فعليا وقت اللي يعني تجي نوبة الغضب، الله يعيننا ويساعدنا من نوبات الغضب. يعني مثلا حصان صيني، عقرب وعصب، حبيبي حبيبي عنيف، هو هون عنيف، هلا مو عصبي، هون صار عنيف فعلا، يعني ممكن يضرب يكسر او بينما مثلا حصان صيني بس اسد تلاقي بعبعب، يعني بالحكي ايه، يعني ما له علاقه مثلا بالايد او ما له علاقه بالضرب او بالتكسير، بس لا العقرب الله يعينه، ديروا بالكم، لا تقرشوه، مو مزح ابدا. طبعا الحصان الصيني محب جدا للنمر الصيني، صديق هو وياه، وهي السنه هي النمر الصيني، لذلك الاحصنه الصينيين السنه عندهم خطوه مهمه بحياتهم، ممكن تكون في شيء ايجابي، سنه حلوه بتكون، هي سنه جميله. طبعا كمان محب للكلب الصيني اللي هنا 70 82، يعني هو صديق هو والكلب والحصان، هدول ثلاثي دائما بيناتهم علاقه جميله جدا، إضافة إلى الديك الصيني، كمان الديك هو صديق للحصان، والعلاقة بيناتهم دائما جيدة جدا. عموما طبعا الديك، التنين، العنزة، يعني هاي الأبراج حلوة مع الحصان. تمام. كل يوم خميس عم يكون مميز لأنه عم نحكي عن برج صيني بأدق التفاصيل، ومنعرف شو مواليدهم، ومنعرف شو بيحبوا وشو بيكرهوا. بيتجدد موعدنا يوم السبت معك مدام نجلة، شكرا لوجودك، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. وصار الوقت لننتقل لعند الشايف نشوف طبقنا بشكله النهائي. يا صباح الخير عن جديد، وهيك صار معي الشكل النهائي لكرات جوز الهند. عن جد بتمنى مستات البيوت يجربوها، بتجنن طعمتها وبتاخذ لعل. وهون مثل ما انتم شايفين كمان الهريسه عندي خلصت، انا بصراحه تركتها شوي لحتى ترتاح، وانحبيت وانتم تحمروها اكثر كمان بتحمر، بس حابه اورجيكم كيف هيك صارت عندي الكرات، وحطيتهم شوي بالفريزر لحتى اخذ معي هذا الشكل اللي كثير حلو. مثل ما قلت لكم اذا في عندكم ورق زبده او سلوفان او هدول الشغلات تبع الزينه، يعني في بيتفننوا الصبايا بدول القصص، وهيك صارت عندي جاهزه. وما ضل غير شوفكم كمان بيوم ثاني على اكله كثير طيب.
ولهون مشوارنا الصباحي معكم بيكون خلص. إن شاء الله حلقة اليوم المميزة أيام الزمن الجميل تكون عجبتكم ونالت أعجابكم. موعدنا بيتجدد يا ورد يوم السبت 10:15. بس بدي أقول شغلة أنا، إنه صح حكينا لساعتين عن الزمن الجميل، ولكن في ناس عن جد عندهم مشكلة بتضل علقانة بالماضي لأنه ما عم تقدر تندمج بالحاضر. حاضرنا بعد 10 سنين حيكون ماضي، بعد 20 سنة حيكون ماضي، وإن شاء الله نتذكره جميل. لنتذكره بشكل جميل عملوا شيء جميل فيه، إن كان بالتواصل أو حتى بالإنجازات. نتجدد بلقائنا معكم يوم السبت، تضلوا بألف خير. تبقوا بألف خير. باي باي.